في انتظار البث المباشر، صلاة جناز المرحومة ناهد متولي حسب ما قاله بعض المقالات، وفي انتظار الفيديو والبث المباشر. الجرم في حد ذاته والأقاويل وما ابتدعته ناهد متولي من جرم شديد، حيث أصبحت السيدة في كبر سنها عقلها سخيف، تتخيل بعض الأمور الصعبة التي يصعب اللسان نطقها، بأن السيد المسيح كان يضاجعها جنسيا، وهذه أمور عجيبة. وقالت أن المسيح نفسه لم يظهر لها في شبابها، بل الذي كان يظهر لها هو شيطان، كما ادعى معاذ عريان وباسم صبحي. ونحن في مازلنا في انتظار البث المباشر، وهل بالفعل صلاة الجناز التي أشيعت وترعرعت بين المدونات وبين الأقاويل وبين الأحاديث، ننتظر. لن نحزن أبدا على ما قالته الأخت، لأن العقل يأتي عليه وقت ويتدشمر، ودي ست كبرت في السن وحست إنها بإحتياج لعيالها. ولو بصيتوا في فيديو ليها معاذ عليان نشره، هتلاقوا في سفينة عليها مصر، فغالبا رجعت مصر وقاعدة في قرية كده غريبة، وكل هدفها انها تشوف احفادها وتشوف اولادها. هيسيت خلاص يعني، كبرت في السن وتعبت ومرضت. دي مش اقاويل مسيحيين زي ما هم بيقولوا، يعني عشان خاطر ان هي رجعت الاسلام، لا اطلاقا واطلاقا. وبدأت تبص السم وتقول ان السيد المسيح ده جاي من الزنا وجاي من حرام. يا بنت الحلال، وتقول لك ان المسيح ده يسوع ليس هو عيسى ابن مريم، مش عارف ازاي يعني بس تخلف في كلامها. وطبعا مش فاهمة اي حاجة، تقول لك يسوع المسيح ليس هو عيسى ابن مريم، ازاي يعني هو يسوع ابن المسيح ده اللي جه من مش عيسى ابن مريم؟ ولا عيسى ابن مريم ده مين؟ ولا عيسى يسوع دوت كان مين يعني؟ اما مش هو عيسى ابن مريم، ده شخص وده شخص. أمور غريبة، وحتى يعني الكل بيحاول يكلمها، وشفنا باسم صبحي ومعاذ عريان وكل الناس اللي بتجري ورا السبوبة يعني بتشيع الكلام، وكله بكل حاجة بقت يعني بجد صعبة جدا جدا يعني. بس مش عارف نوصل للجنان بتاعنا ولا ايه الدنيا يعني. بس يعني حاجات غريبة بالشكل صراحة يعني، أمور عجيبة جدا جدا. ف يعني محتاجين إن إحنا نتريس شوية، ما نتكلمش كتير، ما نقولش أحداث غريبة.
صراحة حاجة تحزن بجد يعني، أمور محزنة وغريبة وصعبة. الناس بتحاول تشوش، بتحاول إنها بعد العمر ده كله تخلي المسيحية كأنها دين كافر، وغير الشتيمة والإهانة اللي إحنا بنستقبلها من كل من هل ودل بسبب السوشيال ميديا، وبعض الفتيات اللي بيتركوا الدين المسيحي ويذهبوا للدين الإسلامي نتيجة الخطف ونتيجة البهدلة اللي بتحصل، بيبقى اختطاف وبيبقى هروب وبيبقى لعب مشاعر البنات وحاجات كتيرة جدا جدا، وإحنا عارفين ومتأكدين تماما. وبالرغم من كل دوت إلا إن بعض السفهاء يطلعوا ويغلطوا ويقل أدبهم ويقولوا كلام صعب جدا جدا علينا إحنا كمسيحيين. إنت عايز توصل لإيه يا سيدي؟ إنت اتولدت بفطرة الإسلام، خليك في دينك، ولا داعي إنك تشتم ولا تهين ولا الكلام ده. وإنت كمسيحي اتولدت بالفطرة، مفيش مشكلة إنك تقرأ وتبحث وتتروى سواء مسيحي أو مسلم وتشوف الدين الحقيقي. في الناس المزيين وفي الملحدين وفي الناس اللي هي لا تؤمن بوجود الله أصلا يعني، فأنت ما بتحاربش دول ليه؟ ليه أنت بتحارب الناس اللي بتعبد ربنا وبتعبد إله واحد؟ يعني إيه الهدف كله إنك تطعن 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 في الدين المسيحي؟ يا سيدي ما تتكلم على فلسطين، ولا تتكلم على إسرائيل اللي استولت على فلسطين، وروح جاهد يا سيدي ولا اعمل أي حاجة يعني. الأمور مش للدرجة دي إن أنت تقعد تستخبى بدماغك وتقعد تألف وتقعد تتكلم على ناس شرفاء، ناس بتحاول دايما إنها توصل وتعبد ربنا إلهها وشايفة إن ده إله قوي إله حقيقي. أنت مالكش دعوة، هو بيعبد إلهه، بيعبد زي ما أنت بلعب حاسبه في ربنا، هو اللي هيحاسب وربنا هو اللي هيتكلم وربنا هو اللي هيديننا كلنا. الله الديان ده، انت حتى في دينك يا سيدي بيقول ان المسيح هينزل يكسر الصليب وهو اللي هيدين العالم. انت مالك بقى يعني، مين هو يدين اكتر من الله؟ الله هو الديان العادل. فارجوك لا داعي للمبالغه ولا داعي من الكلام ولا داعي من التكفير، انك تكفر كل من هو ليس بمسلم، لان كل واحد دينه غالي عليه. زي ما انت الدين الاسلامي غالي عليك، اكيد برضو الدين المسيحي غالي على المسيحيين. ومفيش داعي لطولة اللسان، الشتيمة والإهانة والغلط وكل الكلام ده خالص خالص خالص. احنا في كلنا في مركب واحدة ودين واحد، كلنا بنعبد الله بالحقيقة، نؤمن بإله واحد الله والآية الضابط الكل خالق السماء والأرض. مش هكمل عشان انت مش هتستوعب كل الكلام اللي انا هقوله بعد كده، ولا لو قعدت اتكلم من هنا العمر كله، لانك انت مقتنع واكتسبت عقائد واكتسبت حاجات معينة واكتسبت اتولدت عليها سنين عمرك. زي ما بقول ان كل واحد دينه غالي عليه، وما زلنا في انتظار البث المباشر. هل مازال هذا الكلام هو حقيقي ام وهمي؟ ونحن في الانتظار، وباقي بعض الدقائق لإثارة الموضوع أو لبث جناز ناهد متولي. وهل الجناز ده شيع بالكنيسة كما قيل أم شيع بالمسجد؟ كلام حقيقي هنشوفه هنقوله، لكن الأمور لازم تبقى أفضل من كده. إحنا بنمر بأيام صعبة وظروف صعبة وغلاء ووباء وكل حاجة مش كويسة. الناس لازم ترجع لربنا وتبتدي تشوف إيه المطلوب، إن إحنا عشان نقرب من ربنا، مش إن إحنا ناكل في بعض ولا نعض بعض ولا نعمل أي حاجة في بعض. كل الكلام ده مش مطلوب نهائيا. نزلنا في الانتظار البث المباشر.
ما نقدرش نجزم أبدا عن واقع حقيقي إن نهج متولي عادل بالفعل الإسلامي، ولكن ما نقدرش نجزم كلام بنتها اللي قالت إن والدتها بقت مختلة عقليا، ولا نقدر نجزم إن ممكن تكون دي تسليطة من أب زكريا بطرس كما يعتقد إخواتنا المسلمين. ولكن أنا شايف إن الأب زكريا بطرس استحالة يعمل هذا الكلام، ولكن هناك تقارير وكلام كتير بيأكد إن السيدة ناهد متولي فعلا راحت بمخها، بالدليل إن هي كمان بدأت تجري على السكة الشمال وتطعن في المسيح وتطعن في المسيحية وتطعن في نسب المسيح، وزي ما قلت قالت إن يسوع المسيح ليس هو عيسى ابن مريم. طب يا ستي، لو يسوع المسيح ليس هو عيسى ابن مريم، طب عيسى ابن مريم فين؟ وأيامه إيه؟ وكان بيعمل إيه؟ ورجعت لما كلمت رشيد وقالت إن الله عبارة عن الآب والروح القدس وليس الابن. فكل الكلام ده مع كتر الأسئلة من الواضح إن السيدة دي بدأ يحصل لها الشيطان غربل دماغها، خلاها فسفس زي ما بيقول يعني. فمفيش داعي إن إحنا نمسك زي ما بيقولوا في المية المالحة ونقعد نشرب منها، لأن المية المالحة عمرها ما بتروي أبدا إطلاقا إطلاقا. الأمور لازم تتاخد بالعقل، لازم تتاخد بالعقل. تتاخد بالعقل إزاي؟ إن إحنا نفكر إزاي نوصل لربنا، سواء كنت مسيحي أو مسلم. نصلي، نجاهد، نطلب من ربنا إنه يقف جنبنا، إنه يعيننا، لأن الله ده خالق الكون ويشرق شمسه على الأبرار والأشرار. الله حنين ورؤوف ورحوم وعمره ما هيأذي حد. الله غير مجرد بالشرور قط. الله قال حتى من ليس لهم ناموس فهم ناموس أنفسهم. يعني الناس اللي ما عرفتش ربنا، ربنا هيحاسبها بطريقته. عشان كده كده بقول بلاش نكون إحنا الحكام على الناس. ربنا ما خلقناش قضاء ولا إن إحنا نقتل حد، لا بالسيف ولا بالرقاب ولا بكل الكلام ده. الدين محبة، لأن الله محبة. والله أوصانا قال لك أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. يعني معنى كده إن ربنا بيطلب دايما إن إحنا نعفو عن الغير، حتى اللي أساء إليا بيطلب مننا إن إحنا نعفو ونغفر للآخرين. إذا الدين المسيحي ليس هو دين سطر ولا دين قتل ولا دين أي حاجة، هو دين محبة وسلام. وإن كانت العقائد اللي عنده مش مناسباك ولا أنت شايف إنها إن هو كافر، خلاص سيبه لربنا، ربنا هيحاسبه وهيعامله بالطريقة اللي هو شايفها. بلاش أنت تكون الحاكم، لأن هو في الآخر أخوك. تقول يا أخويا إزاي؟ أيوة، لأني كلنا من أب واحد وأم واحدة، أبونا آدم وأمنا حواء. لازم كلنا نتريث ونبقى عقلاء ومبسوطين. أمور العجب العجب زي ما بيقولوا، وسطه إنك تسطو على غيرك وتتجسس على غيرك، كل ده حاجات مش هتنفعك. صدقني أنا كل هدفي إن إحنا نوصل على خط مستقيم ونوصل لربنا في الآخر، خط مستقيم ونوصل لربنا في الآخر. طريق الحياة، الله خلق لنا الحياة عشان نستمتع بيها، ولكن في نفس الوقت قال لك الطريق ضيق ووعر.
ازاي ضيق؟ هنقابل مآسي وهنقابل صعاب وهنقابل حروب الشيطان. عشان كده حتى الرومان تلاقيهم بيهربوا، مع إن هناك الشياطين أكتر وأكتر وأكتر في الحروبات، مش كحاجة تانية، لأ بيحاربوا الرومان حروبات شديدة جدا جدا، لأن الناس دي بتبقى مدية حياتها كلها لربنا. عشان كده بتلاقي برضو بعض منهم بيتحمل والبعض ما بيقدرش يتحمل، والله اللي هيحاسبنا كلنا. لكن الأمر العجيب والمريب إنك تنتظر على أخوك مصيبة، لما تحصل له كارثة أو مصيبة تشكر ربنا. طب تشكر ربنا على إيه؟ مصيبة حصلت لأخوك ولا حزن حصل لأخوك؟ بقول لك هاي القرآن رجعت للدين الحقيقي وكلام ده، يا عم على عيني وعلى راسي ما ترجع، محدش هيزعل صدقني ولا حد هيتضايق يعني. لكن ما تجيش البنات اللي تقعد تخطبها وتلعب بعقلها وتلعب بعواطفها وتقول لي اصل عرفت، استحاله، مش في يوم وليله كده طيرت وبعدها رجعت تاني. هل رجعت بالسطر؟ رجعت الراجل الولد اللي لعب بمشاعرها سابها وتركها والامن رجعها لاهلها. الناس او الجماعه اللي كل هدفهم الحصول على الدولارات من الجمعيات اللي هي كانت السعودية ولا الكويت ولا تركيا الله أعلم، يحصل وتعتبر بالنسبة لهم سبوبة. يعني عندك باسم صبحي ده طلع ما أذنش المسيحية خالص ولا اتكلم على أي حاجة مسيحية، كان شماس وأسلم، وده نتيجة ضغط جواه وحصل له هسهسة ورجع قاعد يقول لك الدين الإسلامي والدين أصلا كان دين الوثنية ودين مش عارف الثالوث الفاسد وغيره وغيره، يقعد يقول كل الكلام ده زي الواد اللهبل اللي عندي مشترك وعامل نفسه أمريكاني، مرة يكتب بالأمريكي ومرة يكتب بالفرنساوي ومرة يكتب بالألماني، وما عندوش غير جملتين: أحمد الله على الإسلام وقال بولس الترسوسي. أم البقين بيقولهم كل مرة: ونشكر الله على نعمة الإسلام، ونشكر الله على مش عارف إيه، أنني ليس من الدين الثالوثي الوثني. يا ابني أنت مين قال لك إن الدين المسيحي دين وثني؟ يا ابني بلاش غلط وقلة أدب، ومع ذلك أنا منشور لك كلامك عشان أوريك إنك أهبل وأهطل. نفس البقين اللي بتقولهم كل يوم عادي، أنا التعليقات دي ولا فارق معايا، قول اللي تقوله وتعيد اللي تعيده واعمل اللي تعمله. بجد حقيقي الواحد حزين حزين على لسه في ناس بتفكر بالطريقة السافلة إن يدمر بلده، بيقول لك من أجل نصرة الدين. واحد يبقى متعصب ومش هين عليه يخلص الورق عشان شاف مجرد إنه شاف الصليب في إيد واحد، ولا مجرد شاف إنه مسيحي. ما أعرفش مدى الغل ومدى الكروهية والحاجة الصعبة اللي بتخلي البني آدم يعمل كده، ولا أيا كان واحد مسيحي ومتعصب جامد قوي يقول لك يا عم ده أصل ده مسلم مفيش داعي أتعامل معاه. إيه التخلف اللي لسه بادلنا فيه؟ أمشي برجل اليمين ولا أخط برجل اليمين ولا رجل الشمال؟ حاجات غريبة وعجيبة بأمانة، ما شفت زي كده. شوف الدول الأوروبية عايشة إزاي رغم إنها ما بتمارسش الشعائر الدينية زي ما احنا بنعمل دلوقتي حالا. انا بشرب الشاي، واحد يطلع يقول لك ايه انت بتصبح سم، ايه بتصبح شاي مش عارف ايه، حتى بق الشاي واحد يقول لك ايه شوف سنانك مش عارف ايه. انت يا ابني دي خلقة ربنا يا ابني، يعني فاهم ازاي؟ يعمل احتراما حتى للسن ولا
للعمر الواحد بيتكلم فيه. أنا القناة دي أنا طالع بنتكلم فيها، بننشر فيها، بنتكلم فيها مع بعض. يعني ما يبقاش كل حاجة الهدف المادي. أنت لو شفت العائد المادي اللي بيجي منها ده هتحتقر نفسك وهتحتقرني أنا شخصيا. ما فيش العائد المادي اللي أنت متخيله، يعني كل الكلام ده هاتش في ماتش. القنوات دي ما فيش حد بيكسب منها غير اللي هو زي محمد رمضان، زي اللي هم الجماعة الفنانين والمهرجانات وكل الكلام ده. لكن غير كده يعني الموضوع مش زي ما انت متخيل ان هو مربح للغاية. يعني لا لا، كل الكلام ده هاتش وفاكس جدا جدا. لا انا حمو بيكا ولا اشرف كمال ولا الناس اللي هي اللي هق ومبق وبق ورق، ما هي دي اللي يعني عالم معاش حتى الدبلوم. حتى حمو بيكا ده مش عارف يتكلم ولا يتنيل وما يعرفش يقول بقين على بعضين. بس هي ارزاق ربنا مقسمها له، ما تضمنش. يمكن معاه فلوس ومعاه قد الفلوس امراض الدنيا والاخره، وكفايه تخلفه وجهله، وكفايه انه لما عمل حادثه في الامن والامن شحطه ومعطى ولا ليه مركز اجتماعي ولا اي تنجان ولا اي حاجه. وشفنا فنانين كتيرة قوي يعني برغم انها بتكسب اتمسكت في المطار ومخدرات، وفي منهم اللي طلع بالفلوس وفي اللي منهم طلع بحاجات تانية كتير. لكن نشكر ربنا ان احنا لينا كرامة ولينا كيان كأي بني آدم مصري، ان لو حتى ما بقاش معاه فلوس يكفي ان هو يكون فخور بنفسه وعنده ثقة في نفسه. دي من صنع الله، ربنا بيديهالنا. واجعل دي تكون حاجة فطرة جواك، يكون عندك ثقة في نفسك وفرحة دايما بربنا، بتفرح دايما انك مصري، لان مصر دي بلد عظيمة. يعني حتى الكتاب المقدس قال لك مبارك شعب مصر، شعب مصر اللي هو احنا يعني شعب مصر عموما. وفي الاسلام قال لك ادخلوها سالمين امنين. يعني مصر دي معروفة، والسيد المسيح دخلها مش على ابر الدنيا وهو طفل. ومصر دي استقبلت المسيح، اللي هي بتقول لك عيسى مش هو يسوع المسيح. ما اعرفش ازاي التعبانه اللي في دماغها دي، اللي اعلنوا انها توفت وتشييع الجناز، وما زلنا في انتظار الجناز، ولا في جناز ولا في اي حاجه. وكمل الشائعات الطائله اللي بتطلع وتقول، وما تفهمش ليه، ليه الحوارات دي وليه الكذب في الكلام دوت. والحق بس مش عارف ايه وبتاع ايه. امور بجد بقت غريبه، الكل بيبحث عن مال بالكذب والضحك على الناس. هتكسب ايه لما تكذب على الناس ولا تضحك عليهم؟ مش هيبقى في اي مصداقيه ولا هيصدقوك. منهم انا ادينا منتظرين اكتر من 25 دقيقه ورحنا ومستنيين ودينا في القاعة. برضو اللي انا عايز اقوله، النائب متولي اكيد 90% بعد مشاهدة الفيديو، وسفينة او مركب عليها علم مصر هي في مصر، اكيد رجعت مصر لانها كل هدفها. عشان يعني حسب ما قيل انها رجعت الاسلام عشان تشوف احفادها واولادها، لانها اصبحت مريضة. و حصل خلل كما يقيل ايضا برضو، انا ما اقدرش اتاكد. واحد بيقول لك كفه، ايه كفه؟ انا مش فاهم يعني ايه، ولا كفه يعني مش فاهم ايه معناه. الملائكه اسمه ام ملائكه، كفه تقصد ايه كفه؟ يعني مش فاهم يعني، ما تتكلم كلام واضح يعني، قول قول انت عايز تقول ايه يعني. بلاش الكلام اللي هو ملوش اي معنى ولا ليه اي لازمه. ولسه بنقول الكلام ده، عندك كلام ايجابي وحلو جميل قوله، عندك كلام سلبي برضو واضح قوله. لكن الكلام اللي هو المتنطور اللي ملوش اي عايزه ولا ليه اي حاجه، ده مش هيودي ولا يجيب. احنا في مصر بلد عظيمه، بلد الكل يكون فخور بيها. في بعض السلبيات زي الغلاء اللي حصل من سنتين او سنة ونص ومش قادرين نوقفه.
وكل شوية انفجار سكاني انفجار سكاني. يا عم استغل السكان زي الصين واليابان وغيره وغيره، يعني ما تقعدش تجيب الحجة. ده انت عندك آثار وعندك حاجات تقدر تستغلها. ساعدوا الرئيس بس انكم توقفوا البلد دي على حقيقتها. لكن زي ما احنا عارفين ناس كتيرة قوي لا عايزة تشتغل ولا عايزة تبلطج وعايزة تاخد رشاوي وعايزة تكسب من الهوا. يقول لك انا بكسب يا عم، اوجع قلبي ليه؟ اتعب نفسي ليه؟ مش عايز يتعب، مش واخد على التعب، واخد على الراحة والطبطبة. وليلة يوم الخميس وهيفكر طول الوقت، بيفكر يوم الخميس هيعمل ايه وهياخد برشامة ايه الكلام اللي احنا فاهمينه. طبعا عذرا على الكلام اللي بقوله، لكن طبعا ده مفهوم خاطئ جدا جدا، لان احنا في وطن لازم يقوم، والا شبابنا واولادنا هيضيعوا ضياع غير عادي. نكتفي بهذا القدر. واضح ان مفيش لا بس مباشر ولا بس غامض، وانا حزين على جلوسي حتى الان، ومفيش اي حاجه خالص. وكل اللينكات اللي جات لنا دي كلها واضح انها وهميه، لكن انا يكفيني حبا واعتزازا ان انتوا معايا، وخصوصا العشر اشخاص اللي ما تركوش الدردشه خالص او الكلام خالص. بقول لكم اشكركم على محبتكم وعلى استماعكم للفيديو.